اما تنعرفش انا هاد كليبس كلاود شنو هو التخربيق ثاني بلاتي نجيب الباسي ديالي نشوف هاد كليبس كلاود شنو هو التخربيق ثاني ديال كليبس كلاود شي واحد ثاني شرح شي مصيبه شي مصيبه انا ما عرفتوش كليبس كلابس سميتو ياك ربح المال هذا ايه راه بغينا نشوف واش هاد الفلوس اللي غيربحوا هاد الناس الكليبس كلابس ثاني دوروا ليا تيديروا ليا تليفون حنا غندعيوك حنا غادي نديروا ليك حنا غادي نشرشموك انا غادي ديوني نتوما للحبس واخا اشنو هذا عاودوا كتبوها لي الله يرحم ليكم الوالدين كليبس CLIPS كلابس هكا باينه ثاني شي زوزو بيوتي شرحها فيكم شي حاجه واش هاد التطبيق علاش كدويو هاي هاي على الريديريكشن هاي هاي شوف 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 ديريكت اندرويد واش هذا شوف الفيديوهات وضرب الفلوس دابا تنديروا لايف نشطوا معكم تديروا لنا الخدمه غنشوفوا صحابو خمسة النجوم اش يقولوا شارين الريفيوز في جوجل بلاي دخلنا عليكم والله الا شكون اللي شرحت لكم هاد التخربيق الله يرحم ليكم الوالدين طاقيو هادوك اللي شرحوا لكم هذاك التخربيق ولا يقولوا لينا شكون اللي شرحات لكم هادشي كلشي كيسولني البنات زوزو بيوتي اللي شرحها هادشي شكون شرحاتو شكون دخلنا عليكم والله الا ما يقولوا حنا راه باقي ما والله باقي ما عرفتوا واش السكام ولا لا قسما بالله يقولوا لي شكون صاحب تيك توك لا دوك تجي منهم شي فايده هادوك المصدر هو تيك توك مصدر صحيح هذا يا الله اختي بغيتي تربحي الفلوس ياك هكا على فاطمه بتضرب فليسات تبارك الله على فاطمه تضرب فليسات حتى هي يا لالا وماله علاش اللي ما تضربيش فليسات مع راسك علاش اختي اللي ما تضربيش فليسات مع راسك وماله غادي جا وضربات فيه 100 نقطه وماله طاقي طاقي هذيك خيتي اللي قالت لك هذيك الهضره طاقي 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 غادي طاقي طاقي شبعتي من البوان شحال ربي الا شحال من بوان جميتي عاقولي لينا شي وصلتي جوج المليون ان شاء الله الا وصلتي جوج المليون خليتي الراجل بلا غدا وقابلتي ليا كليبس كلابس ملي تيقول لك الراجل فينا العشاء تقول ليه وانا رانا خدامه يسحبك راني خدامه في الانترنيت وراني خدامه في الانترنيت يا صقعك كنتي غادي تطلقي وما كنتي غادي تاخذي ديك جوج المليون وا عويشه وانت فينا هو الفطور انا راه خدامه في الانترنيت ولا تسمع راغب امين كيقول خصكم تفيقوا الربع اش علاش فايقه معربطه تنظيم الوقت تنفيقوا بكري المايند سيت راجلي المايند سيت تفيق مع الربط الصباح اش تخدم كليبس وصلتي 50 بوان تبارك الله عليك انت اللي جمعتي 50 بوان بديتي هنا بدا عندك الفيلم هنا ايه هنا انت يلا جمعتي 50 بوان بديتي هنا بديتي فهاد بديتي مع الكمانجا الكمانجا زدتي مع الكمانجا حدك الكمانجا عرفتي كون زدتي واحد كون دزت يا شهر ما درتش انستغرام كنتي غادي طيح الصدمه كبيره الوغ عندنا شركه سميتها كليبس كلابس تبارك الله عليكم اخوت انتوما واش كاين شي سيت تدخل ليه كيدير لك فورورد ديال راسو تعرفوا ولاد الحرام حاقرين الناس ها شوف فين كيديروا لنا الريديريكشن شوف رد معايا البال اخر مواطن شوف سيت الراسو تي الاندرويد علاش الاندرويد علاش ما يديرولناش الاب ستور عطي علاش الناس ديال الايفون متقفين ماشي متقفين حاسبينها ملعقين الناس ديال الايفون ملعقين فهمتي عارفين ما غاديش اللي شاري ايفون واش يقعد يتفرج لك في فيديو ويربح فهمتيني انا راه من ليفون ديال الاندرويد تنخدم باندرويد باش نكون عاطي نضحك وعاطي نقص الصوما اندرويد راق نواديبو واخ فوالا هادي بعدا غير هادي واش كاينه شي شركه كدير هاد الفضيحات دابا راه بيني وبينكم الو ما كاينش شي شركه دابا خلينا نخدم انت دابا حنا بغينا نخدمو ما يخليوناش نخدم بصح بلاتي توصل ريديريكشن باش الحرام تيدير ريديريكشن بغينا نوريو لكم هاس الشركه دابا طبرايش هادشي هذا برهوش هذا شي هندي هذا شي هندي دار شي 50 دولار صاوب هاد السيت ما كاينش تخرج دابا حنا بغينا نوقفو في هذا ما بغا يوقف ها بلاتي نقادو هاد المشكل الحمد لله وقف انت شوف الاخوان كاينه شي شركه في العالم في العالم تصاوب لك سيت ويب حتى فينا هما فينا هي الشركه هنا هو ما كاين فينا هي الشركه فينا ولا لا برايفسي بوليسي لا كون شنو هذا كونستومر سيبورت هذا وما كاين لا معلومات على الشركه لا والو فينا هما معلومات على الشركه فينا هي الريفاند بوليسي فينا هي فينا هي التيرم اوف يوز فينا هي فينا هو فين فين فينا هادشي جراند شانون انترتينمنت ليميتد زربتي علينا انت وات ذا فاك واخ مشيو تاني السكريت ديال الله يحسن العون زيد هاد الشركه هادي شركه وكبيره وكتخلص شو شو شو
شو شحال ديال الناس كيخدموا بهادشي لي ريفيو راه يشري لي ريفيو راه يشارينو راه لي ريفيو يشارينو شوف لاباج فيسبوك وانتوما كاع عندكم هاد البشر واش نتوما عندكم كاع هاد البشر شوف دو لايك صلاب 27000 دو لايك شوف اش والحجه واللي خلات الراجل بلاش هادشي بلا ما نخدم بلابليكاسيون وشركه ما دايره لك اشنو هو البروغرام ديالها اشنو هو الدوسي جوريديك ديالها ما كاين والو ما كاين حتى معلومه اللي قلت هي تقاضيو باش غتقاد واخا الناس نصبوا عليك باش بغيتي تقاضيو يلا قول لي وما عندهم حتى معلومه هاد الناس واحد صاوب سيت فهمتيني وكاينه دابا واحد الثغره ديال الادورد كاينه واحد الثغره ديال الادورد كدير الاشهار فابور فهمتي هاد ليا ما تباركتي سبونسوريزي مزيان اخ حنا نقلبوا على هاد الشركه حتى معلومه ما كاينه عليها النيم جينيرال ما كاين حتى شي معلومه عليها حتى شي معلومه عليها ما كاينه واحد لينكدين ديال الله يحسن العوان حتى شي ما كاين حتى شي معلومه على هاد الشركه حتى واحد ما كاتب على هاد الشركه ما والو ما كاين حتى شي معلومه على هاد الشركه هادي حتى واحد ما تعرف جراند شانل انترتينمنت ليميتد صافي شريك سكايم هادي سكام هادي تيسكايمي وعباد الله ويلك شو البرايفسي بوليسي فين حطينا هاند وربي المعبود واش هذا هاد شو البرايفسي نوتيس دايرين هادي في جوجل بلاي في السيت ما كايناش هي على ود جوجل بلاي باش ما يسدش ليهم ما كايناش هنا خصك ها واخا نشوفوا برايفسي بوليسي جينيريك كوبي كولي دار بكم لين ديال الخوت ما بقات جات المليون شات البارطمون والله ما منك الفائده يا اخويا غبر وجهك عليا اش كدير عندي هضرنا في هذا الموضوع هذا الله يرضى عليكم انا دابا ما كنبغيش الناس اللي يتابعوني تكون عندهم هذا المايند سيت ديال لا علاقه شوف الله يرضى عليكم باش نكونوا واضحين على قلت الله اكبر نقول هذا الشيء نمشي نصلي هانتوما سمعوني كاين واحد القضيه ما كاينش شوف السيتات ديال دخل وشوف الاعلان وتربح الفلوس راه ما كايناش هاد الهضره هادي هاد السيتات هادو كيخدموا واحد تيخدموا على واحد المنطلق اشنا هو كينصبوا على ناس وكيربحوا ناس علاش باش داك اللي يربح يدافع على الشركه وداك اللي تنصب عليه تيغوت تيقول سكام هادو البلان ديالهم راه كنت قلتها واحد المره ونعاودها اخر مره غنهضر في هادشي البيزنس موديل ديالهم مختلف في النصب كل وحده وكيتدير المهم نمشيو هادوك اللي تيخلصوا تيقول لك حنا غادي في العظمى يقولوا لك 0.01 دولار 0.0 تجيك تيقول لك بوين تيقول لك ربحتي 5000 بوين كتجي تشوف راسك باش تجمع 5000 بوين اللي هي ليكيفالون ديالها 10 دولار خاصك تبقى تما 6 شهور فهمتي خاصك تبقى 6 شهور انت كتفرج في الفيديوهات اوكي هذا دو ان دو ثاني الاعلانات دخلوا بقات تكليكي وتشوف الاعلانات كذلك نفس البلان بقات جمع فهمتي يعني انت ملي غادي تجمع هذيك لاص واش كيديروا لك تيديروا لك لاص اقل صوم تقدر تخرجها تيقول لك 50 دولار اقل حاجه تقدر تخرج 50 دولار يعني انت غتوصل 20 دولار هذا غيوصل 10 دولار غتمل غتزيد فحالك ما غتوصلش 50 دولار دوك الفلوس غيديروهم في جيبهم هما مزيان الوغ هاد الناس منين كيربحوا هما تيخدموا بي تو سي بي تو بي بي تو سي هي بيزنس تو كلاينت يعني هما معك انت ككليون وبي تو بي تيخدموا مع الشركات الاعلانيه اولا حتى الشركات اللي بغاو بيزنس تو بيزنس تيمشيو عندهم تيقولوا لهم شوفوا حنا عندنا واحد البلاتفورم نيتورك ادفرتايزين كنبيعوا حنا الترافيك حنا واعرين شوفوا هادو راه ناس حقيقيين كيشدوهم لافير 50 مليون ب 20 مليون ب 10 مليون كيبداو يعطيوك نتايا 0.0 تعطيوك 4 دريال تجمع 4 دريال في ساعه 4 دريال فهمتيني كاينين ثاني دوك اللي تيكون اصلا هو سكام من الاول ضارب على السكام ما غير بحد ما غادي فهمتي كيلعب شويه مع لي زانفلونسور هذا كيبداو يهضروا بحال كتجينا زوزو بيوتي وتقول لك زوينه هاد لابليكاسيون ولا هذا اللي كتقول زوزو بيوتي هاد الهضره كيتقلبوا عباد الله كاينين ثاني دوك اللي كيمشيو كاينين ثاني دوك المدونين التقنيين تنديرهم اونتر كروشي مدونين تقنيين كيمشي تيضرب في واحد الطليله في شي بلوك ديال شي هندي ولا كيمشي لشي بلوك ديال شي مع الرواسه تيقول لك الرواسه خطأ كيمشي هذا كيشوف شي مكلخ كاتب هذيك تيشدها حتى هو يترجمها يحطها ما رابح والو فهمتيني يقدم عباد الله والسلام عليكم هذا از نوت ا بزنس مان خويا اختي الا كنتي غتخدم بهذا الشيء
سير اخويا للجامع، سير اخويا غير وقف حدا الافارقه حتى انت في الفروج، قسما بالله حتى غادي تضرب الصف. سير اخويا حدا الفروج، سير يبيع كلينيكس، كلينيكس تضرب الصف. اما باش تضيع وقتك في هذا الشيء راه والله العظيم بيع كلينيكس في الفروج تضرب الصف، سير للجامع نهار الجمعه تضرب الصف. اما لك انت غادي تضرب هادشي كامل واخويا في الاخر دابا الاشكال كتضرب واحد المجهود كبير، تضرب شهر ولا شهرين وانت فهمتي كتجمع الفلوس. بحال واحد النهار كان جا عندي واحد السيد مسكين كونسلتين، جا عندي وحق الرب هذا جا عندي كونسلتين، جا عندي للبيرو، جا عندي ما سمعش قال لي ملي عيط سولته السيده قالت لي واخا مزيان ابروبو دو كوا لو رونديفو هذا، قال لها لا شي حاجه برايفت ما نقدرش نقولها صراحه، هاد الهضره خصها تكون بيني وبين السي امين. المهم جات تصور قالت لي راه واحد السيده اش كاين واش، قلت لها صافي خذي لي رونديفو هما باش يقولوا. ملي جات السيده هذا السي امين بغيت نقول لك واحد القضيه، تهضر بشويه السي امين بغيت نقول لك واحد القضيه الله يجازيك بخير. دابا انا دخلت لواحد المنصه ديال العمولات المشفره وهذا، قلت ليه هي قال لي ودابا هاد العمله هادي راه ما تعرفوهاش بزاف ديال المغاربه، وراه بديت كنخدم فيها وهذا. قلت ليه زيد، قال لي راه دابا اخويا راه جمعت شي فليسات وبغيت ندخل لهم المغرب وصراحه ما عرفتش كيفاش ندير لهم. قلت ليه شحال ديال الفلوس، هو يقول لي السي امين واحد المليار. قلت ليه انا صراحه ما تنسمعش مزيان والله يرزيني والله يرزيني على هكا. قلت ليها شحال اخو مع دابا داروا لينا داك واحد، داروا لنا واحد السياج بحال بيكسل دابا ما عرفتش يقولوا ليه هذا، داروا لينا دابا تيهضر معاك بلا هو تيهضر وداير لك كمامه هذاك وبلك شي تيهضر بالغوات وبلك شي هو تيهضر بالشويه. قلت ليها الله يزول هذيك الكمامه واحد المليار. قلت ليها اللهم بارك. قلت ليها فاش اش منها؟ المهم ويذكر ليا واحد العمله. قلت ليها ضربتي فيها مليار؟ قال ليها لي عندها استعمال الورقه طب الله يجازيك بخير وانا راه خدام معاه في قطاع الدوله. المهم بلا ما نذكر المنصب قال لي خدام في قطاع الدوله ودابا راه ما عرفتش كيفاش السيد بعد السيد عارف راسو شاد الفلوس. قلت له انا بيني وبينك عمري ما سمعت بهذه العمله هذه، الواقع هو هذا انا اول مره كنسمع بهذا الشيء. قال لي لا راه معروفه ولكن راه داك الشيء فهمتي غير بيناتنا. قال لي دابا السي امين كيفاش؟ قلت له انت فلان راه هاد العمله هادي ما عمرني سمعت بها. قلت له هادشي اللي تقول لي راه انا ما دخلش ليا راه حتى لدابا راه ما دخلش ليا لدماغي. قلت له وعرفتي اش غادي دير؟ واسالوا اهل الذكر اذا كنتم لا. وانا نمشي نهز التليفون تندور لواحد صاحبي شوف حياته سنانه طيحهم في الكريبتو، في الكريبتو كيرونسي سنانه طايحين طاحوا ليه طاحوا ليه. بعد هذيك العمله انا ما دخلتش ليا وتتبلي والبلاتفورم مدرحه اكثر من هذا السيت اللي شفتو ومدرحه البلاتفورم مدرحه. قال لا صاحبي راه واحد السيد تيقول لي واحد السيد صادق وهذاك ماشي صادق هذاك غير واحد السيد شافو في شي سيت فهمتي تيتابعو. لا راه واحد الصادق ردو هو صاحبو. لا راه واحد السيد صديق ديالي صديق ديالك دخلني تيقول لي يا سي امين دابا غير قول لي يا سي امين كيفاش تقول له تي بلاتي بلاتي عليك غنشوف عرفتي راه السيد تيتفتف وجاني من واحد المدينه بعيده صاحبي والله الا جاني من مدينه بعيده. قلت له بلاتي شوف عندي واحد الصديق تخصص ديالو سنان وقلت ليه هاكا سنان وحطهم في الكريبتو عادي نشوفوا بعد هاد العمله الله يرحم الوالدين عادي نشوفوا كيفاش غنديروا في حريرتك. وهي هذوك وانا نعيط هذاك السيد جاب الله هو تيسكن في واحد الدوله اجنبيه جاب الله كان فايت السلام عليكم فلان كي داير لاباس الله يجازيك بخير بغيت نسولك. قال لي هي قلت ليه راه ودي واحد الكريبتو راه واحد السيد راه شي يقول شي يقول راه تيقول لك ودي واحد راه اش كاين واش كاين كي وراه دخل منها شي بركه وراه بغى. انا قلت ليه ما عمرني شاد راه شفت له ويقول لي اش سميت هذا الكريبتو. قلت ليه كذا وكذا قال لي عمرني ما سمعت بهذا التخربيق هذا. قال لي ما عمرني سمعت به. قال لي التخربيق عمرني سمعت به. قلت له اودي راه انت اسمع السيد اشتي اسمع السيد اشتي يقول. قلت ليه هو بارلور قلت ليه اسمع صاحبي راه هادشي وحسيت به ما تيقنيش تيقول تخورت فلوس الكونسلطاسيون ولاد مسخيت الوالدين خوروا لي فلوس لك دابا انا مليار نقصلات ليا منها 500 درهم كيفاش والله الا تنحس بها ما تيقنيش. قلت لها استاذي الله يجازيك بخير اش كاين واش كاين حسيت بها. قلت لها واخا قلت لها انا حسيت به ما تيقنيش انا بغيت نبين له هذا الشيء. قلت لها واخا قلت لها واخا واخا عرفتي اش غادي دير غنصيفطوا واحد لاصوم صغيره نجربوا بها نشوفوها واش غادخل ياك هذا الشيء اللي بغيتي واه سي عبد الله يجازيك بخير
بحال خوك انا قلت له الله يسخر انت سيو ايوا المهم اش غدير واش غدير وخلي الكونتاكت بيناتنا خلي الكونتاكت بيناتنا ياك وملي يدوزو علمني قال لي صافي السلامي مش هذاك السيد والله الا هو يضرني في راسي وانا ندور لواحد السيد اخر والله الا بنا مكل الخير عطيت دورت لواحد السيد اخر قلت له الشريف قلت له صافا بخير قلت له خويا راه واحد الهوان اش كاين واش كاين كان انا سراد السيد سكاما باين سكام سكام قلت له ولكن راه السيد تيقول لك تيقول لك صاحبه دابا ملي تتهضر معاه تيقول لي يا صاحبه مسكين صيفط ليا واتساب ولا تيهضر جهرا ما بقاش تيهضر خفت ولا تيهضر السي امير شتا دوك الناس ما صيفطوا والو باقي اليوم السي امير راه دوك الناس ما بقاش صيفطوا قلت ليه شحال قلت ليه شحال الوقت دابا قال لي راه دابا شي 16 يوم هادي راه ما شتا شي حاجه ما قلت ليه لا واه زيد زيد تشبر لك شي 15 يوم اخرى راه تقدر راه بعض المرات تيطاطلو تيجلسو 16 قال لي ياك السي امين قلت له هادشي اللي كان قلت له صبر صبر لك واحد الشهير وعاود عاود ضرب شهر ما جاوبليش ولا صيفط ليه قلت له صافي خويا صافي في اطار هذاك الشيء هذا فين وصلتي قال لي السي امين الهضره اللي قلتي لي هي اللي كاينه دوك راه تصبوا عليا ولا الحرا وانا كان تيسحابني راه ضربت الصف هذا قلت له داك الصديق ديالك هذا قال لي دابا لا السي امين قال لي راه هو صديق راه ولكن راه غير واحد السيد بحالك هكا تنعرفو هو هذا وهو قال لي هو اللي شرح هذا قال لي بحالك هكا دابا فهمتي بحالك هكا صديق ديالنا يا ودي الله يهديك قلت له راه قلت لك هذاك الشيء راه نصب وحدي ايوا هي هذه القصه راه والله العظيم راه كيف راه شوف صراحه شوف شي شتي والله الا واحد الحاجه تنقولها للدراري شي هاد الكونسيتي البيروت كونسيتي اللي حليت صراحه واخا زعما زعما واخا لي رونديفو صراحه ما كندوش بزاف ديال الناس ولكن راه داك الشيء اللي كدوز راه تجي تنظن نشوف اعيش وحق الله والله الا اعيش ايوا شي اللي كان يلا تبارك الله تبارك الله عليكم نشوفكم ان شاء الله في انستغرام اخر الله يعاون السلام.